اليوم بدي اعطيك فائده سريعه عن ما هو الكومباكت ستيت في امريكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قطر من قناتي مذكرات ممرض نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فلو عجبك عنوان الفيديو وحاب تفهم إيش هو الكومباكت ستيت خليك معنا للآخر لا تنسى الهاند البس الجلوفز وجيب ماسك معك وتفضل بالنسبه لاي ممرض حابب يهاجر الى امريكا انت لما تبدا بالمعامله لازم تحدد اي رخصه مزاوله مهنه راح تحصل عليها لانه امريكا ما فيها جهه واحده بتعطيك رخصه ماشيه في كل مكان في امريكا او كل ولايه كل ولايه في امريكا فيها شيء اسمه النيرسينج بورد او المجلس التمريض الاعلى تبع الولايه هاي فقط هو اللي بيعطيك رخصه مزاوله المهنه في الولايه هاي بس فانت قبل ما تبدا بالمعامله اصلا قبل ما تشتري الكتاب وتقرا اول صفحه بدك تحدد انا بدي البورد تبع نيويورك ولا البورد تبع نيو هامشير ولا البورد تبع ايوا ولا البورد تبع بنسلفانيا ولا البورد تبع واشنطن قبل ما تبدا بالبروسس كلها بدك تعرف اي بورد تاخذ واذا كنت في حيره من امرك بكل بساطه استشير شركه الهجره اللي رح تطلع عن طريقها وهم بيقولوا لك شو الاحسن في ناس كثير أول ما يروح بيشتغل في ولاية سنة أو سنتين ما بتعجبه، بحب يروح على ولاية ثانية. طيب، أدفع من أول وجديد وأعمل امتحان من أول وجديد واشتري كتاب من أول وجديد؟ لا، صار في اتحاد بين حوالي 12 أو 14 ولاية. زاد عددها فيما بعد بسموه النيرس لايسنشور كومباكت. النيرس لايسنشور كومباكت اللي هو ميثاق ترخيص الممرضين والممرضات. الولاية اللي بتشترك في هذا الميثاق بسموها كومباكت ستيت أو ولاية مدمجة. شو يعني ولاية مدمجة؟ يعني هذول الولايات بينهم اتفاق واحد أو اتحاد لو عندك رخصة مزاولة المهنة من أي وحدة فيهم تقدر تشتغل في أي واحدة ثانية بدون ما ترجع تعيد الإنكليكس وتغلب حالك وتدفع فلوس تدرس من أول وجديد وتضيع وقت فمثلا أنا معاي لايسنس تبع إنديانا بقدر أنتقل على جورجيا وأشتغل فيها بدون ما أطلع اللايسنس تبع جورجيا ما عجبتني جورجيا بقدر اروح على ولايه ايداهو بدون ما اطلع رخصه جديده لكن المشكله انه اهم ولايتين واكبر ولايتين اللي هم نيويورك وكاليفورنيا لسه ما دخلوا بهذا الاتحاد حتى اللحظه اللي بكلمك فيها او حتى عام 2024 في 39 ولايه من ال50 ولايه الامريكيات دخلت في هذا الاتحاد بالاضافه الى جوام وجزر مريان الشماليه هاي جزر بعيده جدا عن الولايات المتحده لكن تعتبر اداريا تابعه لها القائمة اللي قدامك على الشاشه عباره عن اسماء الولايات اللي هي جزء من اتحاد ميثاق ترخيص الممرضين علشان قبل ما تبدا تدرس بدك تختار ولايتين او ثلاث من هذول اول واحده بتاخذ الترخيص تبعها الثانيه لو ما عجبتك الاولى بتروح عليها هل نظام الكومباكت هذا بفيد الممرضين والممرضات طبعا يفيدهم افاده عظيمه جدا اولا التنقل والمرونه يعني انا اشتغلت في ولايه ما عجبتني لو حبيت اروح على ولايه ثانيه فيش داعي اعيد البروسس واعيد التقديم واعيد دفع الفلوس واعيد الدراسه وعيد الامتحان واضيع وقت ومال وجهد لا ما دام معك رخصه ولايه معينه بتقدر تشتغل في 38 غيرها رقم اثنين التكلفه وتوفير الوقت زي ما قلت لك قبل شوي انت زي ما بتقدر تنتقل وين ما بدك بتقدر تنتقل ببلاش وبدون ما تضيع يوم واحد تدرس فيه كلمه واحده رقم ثلاث فرص الرعايه الصحيه عن بعد في تخصص في امريكا اسمه التلي ميديسين او التلي نيرسينج او التلي هيلث هذا التخصص بعض المرضى بيكون ساكن بعيد جدا عن المستشفى وانت محتاج تعمل له هيلث او تثقيف صحي او تعلمه بعض الاشياء، بدك تشرح له عن مرضه عن ادويته، تشرح له كيف يعمل الدريسنج تشرح له كيف يقيس السكر مثلا، كيف يعطي حاله انسولين، فبكل بساطه بتحكي معه فيديو كول وبتعلموا هاي الاشياء بدون ما يغلب حاله ويجي على المستشفى يسوق 100 او 200 كيلو متر الفاضي. ممكن المريض هذا يكون في ولايه ثانيه، فانت ممنوع تمارس المهنه ولو اونلاين الا يكون معك ترخيص الولايه الثانيه. لما تكون الولايه اللي انت فيها والولايه اللي هو فيها الثنتين كومباكت ستيت بنت في هذا الاشكال. الفائده الرابعه اللي هي الرد الطارئ وحسن التصرف، يعني لا سمح الله صار زلزال، بركان، اعصار، فيضان، اي شيء فأنا موجود في ولاية فيها نقص بالممرضين أو محتاج ناس تساعدني لو كانوا الناس اللي بدهم يجوا من برا من ولايات أخرى ما بيقدروا يشتغلوا عندي بتصير مشكلة لكن أنا صار عندي أي مشكلة أو أي كارثة طبيعية في 38 ولاية بقدر أطلب منهم المساعدة رقم خمسة زيادة فرص التوظيف فإنت كممرض تقدر تشتغل في أكثر من ولاية وأصحاب العمل أصلا بفضلوا الممرض او الممرضه اللي حاصلين على ترخيص متعدد الولايات اللي هو الكومباكت طيب شو شروط الحصول على الكومباكت لايسنس اول شيء حاله الاقامه الاساسيه يعني انت كممرض او انت كممرضه لازم تكون مقيم بشكل قانوني في واحدة من الولايات المدمجه عشان تكون مؤهل للحصول على ترخيص متعدد الولايات مش تكون مهاجر غير شرعي مش تكون شغال بدون رخصه طبعا بدون رخصه مستحيل حدا يشغلك لكن لازم يكون عندك الجرين كارد اللي هي الاقامه الدائمه والورك بيرميت اللي هو تصريح العمل رقم اثنين متطلبات الترخيص اللي هي بتكون موحده اصلا الان ال سي او النيرس شور كومباكت بيكون محدد متطلبات معينه وشهادات معينه وسنوات خبره معينه ورسوم معينه وكل شيء عشان تاخذ هاي الشهاده ولازم تقدم لهم برضه فحص الخلفيه الجنائيه اللي هو حسن سيره وسلوك او على راي المصريين في شو تشبيه وتقدم لهم برضه شيء اسمه التعليم المستمر، انه انت هاي الشهاده حتى لو اخذتها كل سنه او سنتين بدك تاخذ عدد دورات معين او عدد ساعات معينه تعليم مستمر عشان تقدر تجددها، طب لو انا بشتغل في ولايه غير مدمجه زي كاليفورنيا ونيويورك، وحبيت اشتغل في ولايه مدمجه زي انديانا او جورجيا او غيرها، شو بعمل؟ بتيجي انت لحالك بتقدم على ترخيص فردي يعني ما عملولك قانون لكل الناس اللي هيك انت لحالك بتقدم على ترخيص بيقولوا لك ايش تدفع وشو تعمل وشو مطلوب منك بتنفذه بيطلع لك ترخيص لك لحالك لكن ما طلع قانون انه غير المدمجه تصير معنا لو اجانا من عندهم مليون ممرض لا كل واحد يعامل كحاله فرديه كيف بتحصل على هذا الترخيص اولا بتقدم طلب من خلال النيرسنج بورد الموجود في الولاية اللي انت فيها لازم تكون ولايتك ولاية مدمجة رقم اثنين التحقق من الاهلية بتأكدوا من شهاداتك انك تخرج من جامعة انه معك خبرة انه كل اشي ثلاث فحص الخلفية الجنائية اللي هو حسن السيرة والسلوك رقم اربعة بيطلعوا لك الترخيص وبس هي هي بالتوفيق للجميع واي واحد عنده اي سؤال عن امريكا عن الهجرة عن التمريض عن الشغل هناك يكتب لي تحت بالتعليقات عملنا ست حلقات الرد على اسئله المتابعين عن الهجره الى امريكا ورح نعمل سابعه وثامنه وتاسعه ان شاء الله بس انتم اكتبوا السؤال بدكم اياه وانا بحاول اساعدكم بالجواب. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس، اوعى تنسى تفعل زر الجرس، اكبس على كلمه اشتراك راح يطلع لك الكل او مخصصه، خليها الكل عشان كل ما ننزل فيديو يجيك اشعار انه مذكرات ممرض نشر فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.